مع الناس جيهان بن عبد الله. 11:34 دقيقة صباح النور، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم موجودين وين ما يوصلكم صوت إي إف إم. كما العادة من توا حتى نص النهار أخباركم مواضيعكم أنتوما اللي توصلنا على 58 550 707. حاولوا تكونوا فاعلين في جهتكم، توصلوا أخباركم أنتوما والأخبار اللي تم جيرانكم وأقاربكم وأصحابكم. نحبوا نسمعوا كل أخبار التوينسة في تونس أو خارجها. مرحبا بكم في حلقة اليوم، وسيمة صافي كما العادة في الأعداد، نور في الإخراج، إيمان على إي إف إم تي في، معكم جيهان بن عبد الله. مواضيعنا اليوم 3-24 جانفي. يفهم مع الناس. شريحة تليفون بوس توصل صاحبها للسجن، تفاصيل بعد شوية. اعتداء بالعنف الشديد داخل قاعة أساتذة، الموضوع هذي اللي نرجع له في الدرمش. اختفى من 2021 اليوم عائلته تأكد وفاته، نرجع للموضوع هذا بعد شوية. نحكيه على إيدم ولد العشرين سنة. يفهم مع الناس. البداية من العاصمة مع قصة غريبة، مواطن يخو شريحة هاتف يلقى روحه متهم بسرقة تليفون ومحكوم بعام سجن، وقضايا بالجملة يتورط فيها وهو العملة اللي يده لسيقه حسب روايته وتعبيره بطبيعة الحال. والغريب زيدا انه يكتشف اللي البيع عمله اكثر من شريحة هاتف بنسخة بطاقة تعريفه. قصة تحيل وتهاون من الفوندور وصلت مواطن مظلوم لأحكام بالسجن. هيت نعرف اكثر تفاصيل مع المتضرر سيف. صباح النور، مرحبا على اي اف ام. سيف صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا بيك. خليني نبدا معاك من الاول، شريحه التليفون هذه شريتها منين؟ من الشارع اللي يبداو يبيعوا ساعات ونشوفوهم في الشارع، ولا شريتها من محل يبيع لي بوس؟ لا شريتها ومن غير ما نسميه بيان سور. فوالا شريتها من نقطه تجاريه برا، هذا كله بطاقه تعريف ويسبة 3000 و اللي في الشارع العلامة التجارية وكذا. دونك عطيت بطاقة تعريف نتاعك، حضروا لك الكونتخا هذيك، خذيت البوس استعملتها مدة من الزمن. من بعد شنو اللي صار؟ بعد بشهر بالضبط انا في الخدمة، انا نخدم موظف، جاء الحاكم قالوا لي حاشنا بك الموضوع، مشيت معاهم قالوا لي عندك تليفون مسروق تحط فيه بوس باسمك. اها، بوس باسمك، مش البوس اللي تستعمل فيها، بوس اخرى باسمك. لا بيس أخرى، نمرها يشبه للنمر الأخرى ما هيش هي. قلت له ما هوش نمرها، لا ما هوش نمرها، ما حاب يصدقني حد. قالوا لي عندنا ورقة جايبينها من تليكوم. مش مشكلة، حابين ما نسميوش لوبيراتور، ولكن جايبين ورقة تصدير. مش مشكلة، قالوا البيس هذي باسمك معناها. من بعد شنو اللي صار؟ فما تتبعات في حقك؟ هذه التهمه الوحيده اللي توجهت لك على اثر استعمال بوس باسمك، تقول انه ماهيش نتاعك انت، البيع يمكن استعمل بطاقه تعريف نتاعك باش بيعها لناس اخرين. هذه التهمه الوحيده اللي توجهت لك بسبب شريحه التليفون، ولا فما تهم اخرى؟ زي ما تو معناها في الوقت هذا فما كل بوس هذه صارت فيها مشكله. هو ما كي خرجت انا توقفت 4 ايام، وقتها وقفوني 4 ايام ايقاف. اي بعد كي خرجت اول حاجه عملتها مشيت للمشغل هذا، شفت معاه نلقى سيد عمل لي 6 بيسات فرد نهار. 6 بيسات في نفس النهار ونفس الوقت نتصور زيد. في نفس الوقت في نفس النهار. اي 6 بيسات ما عندي عليهم حتى فكره شكون استعملهم ولا كيفاش عملهم انا. سكرتهم على الاقل، نصحوك انك تسكرهم. سكرتهم وعملت شكاية بالمشغل هذايا. لو عندها 3 سنين شكاية ما عملوا فيها حتى شيء. بيه، مش مشكلة سيف. حبيت نعرف هل تصرفت مع الفوندور مثلا اللي كان هو الغالط بأنه استعمل بطاقة التعريف نتاعك؟ حاولت نوصل له، من وصلت عرفت هويته قدمت به شكاية بيرسون. هو معناها جوستومون على خاطر هو اللي نورمالمون يتحمل المسؤولية مش المشغل، لأنه يعني السيد هذا هو اللي تحيل حسب ما فهمنا من روايتك بطبيعة الحال، واستعمل بطاقة التعريف نتاعك باش يبيع بها دي بلوس الناس آخرين. وهذا صاير وكالي ساعات نشوفوه مرة كنا يعرضونا في الشارع ويقول لك حتى كان ما عندكش بطاقة تعريف يجي ما يسالش، يجي تنعطيك بطاقة تعريف نتاعي وهي طلعت بطاقة تعريف نتاع مواطنين آخرين، ينجموا يتيحوا في إشكاليات كيما هكا. 4 أيام توقفتهم في بوشوشة سيف؟ 4 أيام توقفتهم في بوشوشة. كيف عديتهم الـ4 أيام؟
كما كنت تحكي على الظروف فكرة السجن بالرسمي لا علينا مرمية برجة مرمية هو إيقاع بوشوشة ماهوش سجن أما كيفاش عديتهم خاطر اللي يدخلوا للمكان هذا بالذات يقولوا الحبس لبوشوشة تلمو ظروف صعيبة غادي لطف ما تعرفش حتى الوقت شنو هو معناها تبقى ما تعرفش لا نهار لا ليل ظلمة ما تخرجش أنت قاعدة هكاك لا تعرف ما تنجمش حتى حق الزيارة ما عندكش ما تمكش فاهم شيء شنو اللي صار وانا زاد ما فهمتش اللي حكيه كيفاش معناها مخرج وزيد وقت اللي صارت لي مشكله انا البلاد وقتها مش سكر في وقت كوفيد في 14 مارس فكرنا شهرين ونص وقت حضر الشام اي وانا استغربت واحد خرج وقتها الا ما السيد عمل اسقاط مولا تليفون معناها مش خرجت وقتها مش لازم تتحرك معناها حقوا معك وقتها بحثوك سالوك على الفلوس هذيا حقوا معايا اي تاكدوا انه اللي وينو التليفون وينو التليفون كلهم لا راي فيس مش باسمي لا فيس باسمي كما وينو التليفون حتى في المحكمة نفس السؤال سألته وينو التليفون وانا ما عندي حتى علاقة بالموضوع زي ما انا جملة زي ما عنديش فكرة اي واحد معرض مش تصيره الحكاية هذي شو كان دليل براءتك سيف باش خرجت من الملف هذي والقضية هذي بس ما خرجتش انا تو تحكمت بعام حبس ابتدائي اي وقدمت وقت فلسطينيات المشكلة الاستئناف فيها قصة تنفيذ الابتدائية ما كان تحكمت في الاستئناف لقدر لا بحكاية ما حتى التعقيب ما عادش قصة تنفيذ معنا في الاستئناف ما زلت ما صارتش الجلسة هكا ولا؟ تعينت جلسة ما زلت ما صارتش معنا وفي نفس الوقت انت شاكي بالفوندور هذايا اللي بيعلك بلوس تليفون الحقيقه مهم انه نسمعوا حاجات كيما هكا لانه النجمو يعتبروا منها ني سخرين شوفوا سيف كان موظف يخدم على روحه جاوا الامن هزوه من خدمته راك متهم بسرقه تليفون 4 ايام في بوشوشه ماهمش شويه شكرا ليك سيف على ثقتك وانا نحب نخليك الكلمه الاخيره اللي كنتي بخصوص الوضعيه نتاعك واللي تعرفت له انت واكيد فما برشا غير كي نجمو يكونوا في نفس الوضعيه هذايا حتى لو كان ما صارتش معاهم اشكاليات نتاع ايقاف او غير ولكن سي سور فما برشا ناس بطاقات تعريف نتاعهم تاخذت بها نوامر تليفون كما اللي صار معك انت وينجموا يتيحوا في اشكاليات في المستقبل دونك نحب نخليك الكلمه الاخيره ليك سيف حب يكون معناها الامن والقضاء يكون يسمع اكثر العباد معناها مش كي تقول انت مش باش مش يسمع معناها يحقق ويحقق مثال ضاع الصوت يا سيف ما مشكلة في الريزو مش مشكلة المساج متاعك وصل واللي فهمته منك انك تقول على الاقل الامن اسمعونا كي تبحثونا راه ينجم يكون المتهم اللي قدامك راه ينجم يكون بريء وحاول تسعى معاه باش تلقى معاه دليل براءته كما الوضعية متاع سيف اللي اكد انه متهم في سرقة هو ما عنده بها حتى سيلة وحتى علاقة بلس باسمه تحطت في تليفون يكون مسروق والبوس شريها من الشارع وهذا هو بيت القصيد شكرا لك سيف يعطيك صحة انتم مزيدة نجموا تدخلوا معنا كي تكلمونا على 58 550 707 احنا مازلنا مواصلين معكم في مع الناس EFM مع الناس نقعدوا في العاصمة ونمشي والكرتاج درمش نحكيوا على اعتداء بالعنف الشديد داخل قاعة الساذة بالمعهد ورغم التعتيم اللي صار على الحادثة اللي ترجع لنهار 4 جانفي تمكننا من الحصول على معلومات حول تعرض أستاذ لاعتداء بصندرية من طرف زميله وهوني قاعدين تشوفوا معنا في تصويرها الحقيقة على EFM TV تشوفوا في شكل الاعتداء والضرر اللي حصل للأستاذ هذية حتى وما فهميش جواب من وزارة التربية على الشكاية اللي وصلتهم من واللي عندها أكثر من جمعتين تفاصيل خاصة عن الموضوع هذية مع المتضرر الأستاذ محمد المرزوقي صباح النور مرحبا على EFM لطف عليك أستاذ إن شاء الله لباس بارك الله فيك فضلك وشكرا جزيلا على أنكم وفرتوا لي الفرصة هذه باش أني نوصل صوتي مرحبا بك هذه وجبنا والإسباس هذه اللي كنت وبقيت التوينسة الاعتداء اللي صار عليك خلينا نطمن على صحتك اليوم شنو حوالك شنو حوال صحتك لباس الحمد لله لبس قاعد نتعافى بشويه بشويه من الجرح لكن اللي مش ممكن يبرى ومش ممكن يتعافى هو المساس بكرامتي كمربي والمساس بقيمتي كمدرس معناها علاقته تنجم تقول تمست بشكل عميق جدا وينجم يكون زاد قطعي ونهائي مع تلامذته لان يعني المساله معناها كما تفضلت سيادتك وقلت تعرضت لها انا في قاعه الاساتذه ابان يعني قبل ما نمشي نباشر التدريس في قسمي مع قسم بكالوريا قبل ببضع دقائق يعني كان
كانوا موجودين البارح سامحني وفما منهم شكون شاف داير خطر باب قاعة لسادة كان يحل على الساحة مباشرة وكانت ريكرياسيون مقطع ماضي ثلاثة بين ما ثلاثة غير درج وماضي ثلاثة ودرج 10 دقائق يعني فما منهم شكون شاف حالتي وأنا مضرج بالدماء وأنا معتدى عليا وكان ده عملوا احتجاجات في الساحة مما اضطر معناها الإطار التربوي أنه يخرجهم البارح. هو الحقيقة أستاذ نتفهم الوضعية متاعك وعلاقتك مع تلامذتك لأنه نعرفه الأستاذ بالنسبة لنا ديما مبجل وديما نشوفوه في صورة الحقيقة من الصنف العالي وفوق التصنيف بالنسبة لنا الإطار التربوي وغيره، هذيك علاش نتصدمه كل مرة وين ما نسمعه حتى كيما هكا في وسط قاعة الساذة اللي احنا نستنيه ظروف تكون خير من هكا، هما اللي بشي ربيه الشبيبة مش بشي علموهم أكهو، ولكن تخرج منها حادثة كيما هذه. حب نرجع معك لأصل الخلاف إذا تسمح، إذا فما إمكانية نحبوا نعرفوا أصل الخلاف اللي نجم يوصل الاعتداء رهيب كما هكا. صحيح، أنا نأكد لك مدام جيان أن الحادثة هذه يعني حدث الاعتداء علي أنا كأستاذ تعليم ثانوي في قاعة الأساتذة بالعنف الشديد لم تقع قط في تاريخ تونس، ما سمعناش بها منذ تأسيس أول مدرسة ثانوية على يد المصلح خير الدين باشا عام 1875. هذا لم يقع ولم يتبادر إلى مسامعنا ولم يسجله تاريخ التربية في تونس قط. هي صارت باشا يعني مشاكل باشا مرات في قاعات الأساتذة يمكن بالطريقة هذه اللي يعني الطريقة الوحشية هذه اللي توصل الملاسنات. هذا أمر أكيد باعتبار ضغط المهنة وباعتبار أنه الأستاذ معرض الشتى أنواع الضغط الحقيقة، لأن يعني مهنتنا مهنة شاقة وفي بعض الأحيان تولي مهنة موجعة وبالتالي هذا ممكن يرجع في شكل ضغوطات تتولد معناها يعني خلافات بسيطة بين المربين. أستاذ مالوغوز ما احنا شعب تونسي عبر بالعنف اللفظي أو الجسدي أو المعنوي أو غيره، هذيك علاش نجم نلقاو وضعيت كما هكا في حالة الأساتذة. نرجع معك للاعتداء، تفاصيله كيفاش صار عليك الاعتداء هذية؟ وهو كذلك اللي أنا حاب نأكده أنه أنا ما فهم بيني وبين بين الأستاذ اللي يشتغل معايا هذايا حتى خلاف شخصي. المسألة لهنا بدأت نهار 10 ديسمبر، هو خلاف مهني بحت لأني نهار 10 ديسمبر اللي هو معناها يكون أول يوم في 10 ديسمبر 2022 بالطبيعة أول يوم في سومين بلوكي اللي تعدت كان فرضي أنا باعتبار أني أستاذ فلسفة، كان فرضي هو الفرض الأول، فالأستاذ هذايا كان مكلف بمراقبة أحد الأقسام فنداو لي تلامذة باش نمشي نعمل لهم ريكتيفيكاسيون، وبمجرد أني تنقلت للقاعة اللي هو بصدفة كان هو معناها يحرس فيها تفطمت لأنه فما زوز تلامذة والفرض مازال كيبدا عنده 20 دقيقة. احنا عندنا قوانين تضبط عملية المراقبة وتضبط عملية التعامل مع التلاميذ، قوانين صارمة جدا. نلقى زوز أماكن شاغرة محطوطة الأوراق نتاع التلاميذ، يعني مسودات التلاميذ موضوعة على الطاولة والتلاميذ مش موجودين. فأنا استغربت الحقيقة باعتبار أنه مازال ماهوش موجود غادي كان يعني تنقل لقاعتي أنا، فأنا استغرب لكن استغربي ما طالش لأنه التلاميذ كانوا داخلين وقتها مع بعضهم الزوز، واحد هذا ساندويتش والاخر هذا قهوه. فانا قلت لهم كيفاش تخرجوا مع بعضكم؟ قالوا لي راه اسمح لنا الاستاذ. واضح دوك من هوني ولا خلاف بينك انت وبين استاذ المراقب باعتبار انه يعرف انه هو عمل خرق قانوني، فجاني يجري جاني يجري قال لي انا حر برشد صالتك هكا باللفظ هذايا مانيش معناها هذا موثق اللي انا اللي صار، قال لي انا حر نخرج كيما نحب تفضل شد صالتك عايش خويا. قلت له من فضلك يا استاذ هذا فرضي وهذه مسؤوليتي. يعني شك طبق القانون مش ما تنجمش تخرج زوز تلامذة مع بعضهم. قال لي انا حر نخرج زوز ولا ثلاثة. يعني استاذ يعني الخلاف دائما امتحان، هذا الخلاف الاول ومن بعد تواصل الاعتداء بالعنف جست حتى نربحوا في الوقت. سامحني سي محمد نحب نوصل معك لوزارة التربية، هذا الجزء الاول من الخلاف والثاني كان في قاعة الأساتذة تم الاعتداء عليك بصندرية هكا بالحق معناتها رواية صحيحة. هذا الاستاذ بيسبني معناها بشتمي امام التلاميذ، شتمي بسب والدي امام التلاميذ ومعناها الحاقي بسي من الشتائم. انا ما خليتش الضد وحتى اجراء في اليوم هذاك وفضلت اني نمشي ناخذ كونجي باش ما نتلقاش به وعملت ضده حتى اجراء قانوني. بمجرد ان قبلنا بعد العطله نهار الحافه يعني نهار 4 جانفي قام باستفزازي، دوب ما شافني قام باستفزازي بدا يغني وبدا يظن وبدا يستفز فيا، فانا نبهت عليه بكلمات واضحه قلت له من فضلك المره اللي فاتت سبيت لي بابا في الكلوار هكا قلت له ما اتخذتش فيك اجراء، اي مره اخرى راني باش نتخذ فيك اجراء. فانهال عليا مره اخرى زيادة بالشتائم، وكانوا موجودين زملاء ما كناش وحدنا في قاعه الاساتذه، انهال عليا بالشتائم وبالكلمات معناها النابيه والاعتداء.
فدخل احد الزملاء مشكور اللي هو الشاهد الوحيد في القضيه، دخل وقام بالامساك به في الاثناء معناها خذا صندريات وزن برسك 500 جرام من الخشب، ماهيش صندريه خفيفه ولا صغيره، وسدد لي بها لكمه قويه جدا معناها مما انجر عليها جرح عميق جدا في بين من وسط حاجبي حتى لكش الجبيني، معناها يعمل طول 4 سنتيمتر فيه معناها تطلب العديد من القطب معناها الغرز، وقام بتشويه وجهي وضعية الحقيقة محرجة ومؤسفة. جينا من قاعة الأساتذة من المعهد في كرتاج درمش، كان يحكينا على تفاصيلها لأول مرة تسمعوا التفاصيل هذه من عند الأستاذ المعتدي عليه أستاذ محمد المرزوقي. سمعتوا كل تفاصيل الحادثة في نداء ونستنى، ونوزارة التربية مازلت ما نظرتش في الموضوع، أكثر من جمعتين شكاية عندها ولكن اليوم ما فما حتى رد، وهذا نستغربوه الحقيقة لأنه مرجع نظار متاحهم والدار الأولى اللي نجموا يتوجهوا لها هي وزارة التربية والتعليم اللي نورمالمون تحرص على ظروف تعليم سليمة بالنسبة للتلامذة وحتى للأساتذة. نرجعوا لك أستاذ كل ما فما جديد في وضعيتك وفي شكاية متاعك، وإحنا مازلنا مواصلين معكم في مع ناس، ما نرجعهم بعد شوية. ما تسمعوا في مع ناس جيهان بن عبدالله على EFM أحلى غاديو. EFM أحلى غاديو 11:51 دقيقة، صباح النور من جديد، مرحبا بكم، احنا مواصلين مع أخباركم انتم أخبار الجهات وأخبار التوينسة. تطلبون على 58-550-707. في الختام باش نكونوا موجودين في الساحل، نحكيوا على آدم شاب 20 سنة اللي بلغت عليه عائلته أنه مفقود من سنة 2021 بعد أكثر من عام ونص، تتأكد شكوك قتله ودفنه في مستنقع بحث دارهم، خاصة وأنه لقاوا مؤخرا أغراضه والبعض من ملابسه بحث المستنقع. هذه أكثر تفاصيل عن الموضوع مع أخته خلود، ولكن بطبيعة الحال هو بالنسبة لنا إلى حد هذه الساعة بما أنه فماش جثة فهو مفقود. نتمنى أنه عائلته تعرف عليه كل تفاصيل اختفائه. مرحبا بك خلود. ألو أسامة، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك، يعيشك خلود، أهلا وسهلا. إن شاء الله تسمعوا أخبار طيبة ولو أنه العائلة مش متفائلة هكا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلا كاتب ربي، أحنا راضين به أحنا راضين به. علاش العائلة تتأكد وتقول العائلة متأكدين وأنه شكوكنا صحيحة وأنه ولدنا تم قتله ودفنه في مستنقع؟ شنو جديد اللي خليكم تتوجهوا للتأكد من وفاته؟ جديد إلا أحنا خويا آدم مذكور آدم قلاوي اللي هو عنده قريب العامين ما نعرفوش عليه حتى شيء، من اللي طلع نستناه فيه لين يروح ونعرفوه إلا هو ما عنده وين يمشي وما عنده حتى شيء، ما عندوش حتى شيء، ولد 20 عام عمره 20 عام وقت اللي طلع من دار عمره 19 عام، توا يتسمى عمره 20 عام، ما عنده حتى شيء، ما عنده طفل صغير، ما عنده حتى شيء، طلع نعرفه. لا عنده عداوة، لا عنده علاقات مشبوهة، حتى شيء، ما عنده حتى شيء، ديجا أنا سمعت في برشا معناها بلايص اليوم حكاو اللي هو معناها عنده عداوة، واني معناها للملاحظة نحب باش نصحح المعلومة، اللي هما قالوا عنده عدوية وعنده تاجر ولا شنو، تاجر كوكايين وتاجر معناه ما عنده حتى شيء إلا قال المعلومة هذه، مدام هو يعرف المعلومة هذه متاع الكوكايين وكل يجيبه لنا ملا يجيبه لنا. قلت شنو جديد في اختفاء خوكم في اختفاء آدم؟ لقيتوا حوايج ولقيتوا قينا البورتابل البورتابل متاعو اللي هو ملاوح الغادي في البلاصه، قاه ولايد عنده عام وخمسة شهور، الا اني هذه الحكايه الا لتو ما دخلتش المخي. اي اللي هو البورتابل عام وخمسة شهور وهو عنده في الدار، كاش يعمل يعني القاه في المكان هذايا واستحفظ به ما مدوش للامن او العائله مدوا الا الجمعه اللي فاتت باش بدل به مع ولايد بدل به بالبسكله باش نشيلوا لي تصلحوا على خاطر عادم قاه في مستنقع قريب لدارنا. كيفاش عرفتوا اللي هو متاع ادم التليفون؟ ما عرفش ما عرفش التليفون متاع ادم انا، لكن الوالدين في البلاصه هذه وين؟ اذا احنا فيك العام وخمس شهور لقينا البورتابل من الوقت هكا، رانا احنا معناها قامت الامن راهو قام بالتنشيط في البلاصه هذه وراهو تلقى حاجه اخرى ورانا لقينا خيط اخر. بحثوهم الاولاد هذوما الطفل اللي كان عنده تليفون بحثوهم كيفاش لقاو التليفون؟ هل عندهم علاقه بالتليفون؟ هما بحثوهم، اما احنا كيما تعرف الامن ما يعطيكش حاجه صحيحه، ما يعطيكش حاجه صحيحه، قال لك بحثناهم ما نعرفوش في اطار سريه الابحاث بطبيعه الحال. خلود نحب نعرف علاش متاكدين انه ادم توفى، ما ينجمش يكون شيء
الشباب في العمر هذية برشا منهم يختفيوا على عائلتهم، يكونوا حرقوا مثلا، يكون غاب وينجم يرجع. ليش متأكدين من وفاته انتم اليوم وقت اللي الأمن ما يأكدش زي الرواية هذية؟ ليش متأكدين؟ احنا رانا 100% اللي هو يكون معناها متوفي كل يوم ينجم التليفون متاح متاعه وترماه والغادي. خاطر قيل زاد راهو مفتاحه بعد ما قيل الوليد البورتابل كي مشاو جماعة الأمن يلوجوا الغادي لقاو مفتاحه في البلاصة هيكية. لكن احنا شنو لنا إلا ولد عمره 20 عام قريب العامين مختفي، إذا حرق راهو كلمنا، إذا حرق وصل له كل راهو كلمنا، وما قلنا حتى حد ما قال حرق معايا ولا راه ولا حاجة، ما راه حتى حد وما عنده حتى شيء. احنا حطينا الاحتمالات الكل كاية بركاج على الموتو، خاطر طلع على الموتو للتأكيد. خويا طلع 6 متاع الصباح اليوم يحكي ويقول طلع 4 متاع الصباح وطلع تصفية حسابات، ولا هو معناها عنده تجارة وتاجر وكل اللي قال الكلام هذا يتحمل مسؤوليته، وكي يعرف اللي هو تاجر كل يجيبه لنا وين يخدم وين تاجر يجيبه. واضح خلود تشكوا وانه تم قتله، تشكوا وانه تم دفنه في المستنقع هذه لطفه عليه، ان شاء الله تلقاه بطبيعة الحال حي يرزق. ولكن الابحاث اكيد باش تعطيكم مسح من الغالط في الموضوع هذي، خاصه وانه عندكم المكان حسب التقريب اللي تلقات فيه الاغراض. الامن تجد غديك تجد على عين المكان، بحثوا تجد على عين المكان والحمايه المدنيه والكل شكر خاص لهم. فرقة الأبحاث شنو اللي متعطوا فكرة، خاطر هي كانت في طبلبة احنا حاولناها لتونس حاولناها لتونس على خاطر الفرقة متاع طبلبة عامين واحنا ما فهمنا حتى شيء. واضح خلود، نشكرك برشا، ان شاء الله صوتك يوصل وان شاء الله تعرفوا اخبار طيبه على ايدم. ان شاء الله يكون يسمع فيكم ويتواصل إن معاكم، ان شاء الله يكون الغياب بإيران. وهو شكرا لك من جديد خلود، ان شاء الله تسمعوا عليها الاخبار الطيبه برغم انه لقيتوا بعض الاغراض، ولكن اذا ما فماش جثه فما فماش وفاه حد الان. ان شاء الله يتلقى ادم تشوفوا في تصويرته، عنا امل انه يكون مازال موجود وحي يرزق ويرجع لعائلته اللي يلمحوا او يشوفوا ينجم يتصل بهم. في اخر حلقتنا لليوم نداء اخير، سيده تونسيه تستنى في بروتيز قيمتها 7000 دينار السيده في مستشفى بن زرت، واللي حاب يعاونها يتصل على الرقم 20 956 260. كانت هذه مع الناس لليوم، نذكركم نمرو تليفون من جديد 20 956 260. شكرا لكم اللي تبعتونا وسمعتونا، نتقابل معكم غدوة كما العادة في نفس التوقيت 11:30. شكرا لك أسامة صافي في الأعداد، نور في الإخراج، إيمان على FM TV. كنت معكم جيهان بن عبدالله، نقولكم تشاو تشاو في لمين، باي باي.